حالي ومآلي ملفنا كضحايا مباشرين لنيتك. هي جمعية اللي كان في الاسم ديالها جمعية إعادة تأهيل ضحايا التعذيب. ما إلى غير ذلك من الوعود. فأدركنا بأن السلطات لا زالت تنقل. أنا ابنة الشهيد مهاج علال المتوفى بتزمامر الطيار. عانينا كثير خصوصا فقد الاعتقال ديالو، وكنا تنطمحوا ان هذه القافله اللي غتكون القافله اللي كانت غتكون في واحد جوج ثلاثه في شهر 12 كنا كنتمنوا ان نمشيو ليها ترحما على الوالد، ولكن ما كتبش. كنا عاقدين على الامال واخا كانت لي بريباراتيف من الاول، ولكن جات حتى لاخر لحظه تيتم رفض هذه القافله. هذا الشيء حز في نفسنا بزاف. احنا كنا باغيين هذه القافله تقام، ورغم الترتيبات والمجهود المادي والمعنوي، وان رغم ان مساهمه العائلات ساهمت، ورغم قله اليد وهذا ساهموا باش نمشيو. احنا بالنسبه لنا كعائله مهاج علال ما عمرنا مشينا لهذا المعتقل، وما عمرنا شفنا المحيط اللي كان فيه الوالد ديالنا اللي توفى الله يرحمه وجميع الاصدقاء ديالو. ومن هذا المنبر سندوا بهذا العمل هذا، وحنايا بغينا نمشيو نشوفوا المكان ونترحموا على الوالد. والوالده ديالي حتى هي كتعاني حاليا من عده امراض وما عندها لا معاش لا والو. حنا كنتمنوا ان يتحقق المعاش للارامل ويتحقق واحد المورد مالي بالنسبه للضحايا، والتتبع الصحي يبقى، لان هذيك التغطيه الصحيه غير كافيه. انا كنشوفها بانها رمزيه. بزاف الملفات اللي كيمشيو وما كيتمش الاستجابه لهم، او هذاك المبلغ اللي كيرجع ضعيف جدا بالنسبه للتغطيه الصحيه. وبالنسبه للمعاش انا خلاني بقى صغيره، خلاني عندي عامين، يعني بقى في سن صغيره، وخلى اختي الهام تبعاني ولاد الغيال، وخلى الاخت حنان، اختي حنان بقى على الوالده ديالي حامله بها في 3 شهور يعني. وخرجونا من السكن الوظيفي، تعذبت الوالده ديالي وتكرفصات وعانات كثيرا، وجاتها ورقه من عند الاب ديالي اللي كان بالسجن المركزي بقنيطره، قالت لها باش تمشي عند جدي اللي هو العم ديالها. ومشات عنده وفي الحقيقه عانينا كثير، لانه هو قال لها لا تزاد عندك وليد، كانت حامل في الشهر الثالث، وقال لها لا تزاد عندك وليد غتسميها عبد الحق. وهذا الشيء اثر فينا كثير، هذه المعاناه هذه. دابا حنايا الانفتاح السياسي كاين، راه امر ايجابي، ولكن حنايا هذا الانفتاح خصنا اليات وتعاقدات حقيقيه بين جميع الاطراف، لان الانفتاح المحكوم عليه بتقنيه المناوره هو نكسه يمكن ان تؤدي الى تراجعات كارثيه. اما انفتاح او الانتقال الديمقراطي المؤسس والمعقل المبني على ميثاق تعاقدي فيمكن ان يعطي درجات من للمشاركه وثقه بين جميع الاطراف. عندها صحفيه جات جراء كنديروها كرد فعل على السلطات المغربيه اللي منعت لنا واحد القافله كانت كتكون بمعيه الجمعيه الطبيه لاعاده تاهيل ضحايا الاختطاف. وهاد القافله التواصليه مع المنطقه والوقوف عاوتاني على المقابر وعلى الذاكره ديال تزمامرت، جرات العادة أننا كنقوموا بها، كنتواصلوا مع سميتو، كنقدموا خدمات إنسانية كتقدمها الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا الاختطاف، وحنا كنديروا ورشات حقوقية، كنوقفوا على سميتو، كنرفعوا واحد ملف مطلبي على الملف ديال تزمامرت اللي مازال ما خداش الحق ديالو في التسويه ديالو. كانت ثلاثه ديال المواضيع، هذا الموضوع ديال التواصل مع اللي هو انساني، وواحد الموضوع ديال حقوقي، الورشات غادي تكون تما حقوقيه وداك الشيء هذا،
وكذلك البيان اللي كان غادي يخرج من تما للسلطات المغربيه لانها ما شاركتناش بعدا حنا كضحايا تزمامارت في الترميم ديال تزمامارت لان خرجت له واحد الميزانيه ضخمه الاتحاد الاوروبي وداك الشيء سميتو وحنا نخشى الاخبار اللي كتجينا من تما نخشى انه ما تمش هذاك الشيء اللي اتفقنا عليه وبالرغم من اننا مقصيين من المجلس الوطني لحقوق الانسان كذوي حقوق خصنا نكونوا حاضرين معاهم وخص الترضيه ديالنا وخص الهويه لافصاح الهويه ديال بواسطه الملف المطلبي ديالنا احنا نطالبوا به وهو التحليل الجيني بواسطه لادين. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.